الدرس القادم راح نبدا بداية الدرس السؤال عن المقال الثالث بعد ذلك نبدا بالبحث يعني اول خمس دقائق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في الدروس الماضية قد تقدم في البحث الخاص ببعض أنواع التكسف المحرم ومنها ما أشار إليه المصنف بقوله ويحرم على الصور المجسمة وفسره الشارح بذوات الأرواح وأشار إلى أن مقصوده من المجسمات هو ما يكون عنده جسم حتى تأخذ ما يكون منفوشا أو ما يكون على ورق كما أشار الشارح. قلنا بأن العبارة التي أشار إليها المصنف ليست صريحة في هذا الأمر، ليست صريحة في إرادة أولا صور ذوات الأرواح يعني الصور المجسدة من ذوات الأرواح، و يعني ذلك تكون مطلقة من هذه الجهة، كما أنه يمكن القول كما قال الشارح كان في كلامه أن هناك تحريما من نوع آخر وهو التحريم لتصوير ذوات الأرواح مطلقا، يعني هذا الإطلاق الذي أشار إليه الشارح في كلامه يقابل الإطلاق الذي يظهر من كلام المصنف في قوله ويحرم عمل الصور المجسم، فإن كلام المصنف فيه إطلاق من جهة كونه كل رسم أو كل تصوير مجسم هو محرم، وكلام الشارح يقول بالتحريم ولكنه لا يقتصر على خصوص المجسم من التصوير، بل يقول إن كل تصوير لشيء أو لأمر ذي روح فإنه محرم سواء كان ذلك منقوشا يعني او مكتوبا على ورق او كان ذلك مما يعني له جسم او الذي يكون ماذا مجسما كما قال المصنف. حتى هذه كلمه الجسم او كلمه المجسم بحسب الذي يتبادر منها انه الشيء الذي كان له ظل، التجسيم كما معلوم انه هو الشيء الذي يكون له ظل او الذي يكون له جسم، هذا الجسم الذي يعني له ابعاد محدده، هذا القسم كما يقال هو من الأقسام التي اتفقت الكلمة على تحريمه، ولكن الكلمة اتفقت على قسم من هذه الأقسام، لأنه عندنا تصوير الأشياء لعله إذا أردنا جعلها مثلا بصورة أقسام يعني بصورة صور واحتمالات، المصور أو الذي يتم تصويره أو رسمه أو بأي طريقة كانت إما أن يكون من ذوات الأرواح أو لا، وإما أن يكون مجسما أو لا، فتكون الأقسام بضرب يعني اثنين في اثنين يكون ماذا؟ تكون أربعة أقسام، تصوير لشيء ذي روح بصورة المجسم، وتصوير لشيء ذي روح بطريقة النقش أو الورق أو النقش على السجاد أو الورق، أو تصوير شيء ليس بذي روح بطريقة مجسمة، أو تصوير شيء ليس بذروع ولكن بطريقة النقش والرسم على الورق. الذي وقع الاتفاق عليه من هذه الأقسام هو القسم الأول الذي يكون فيه الشيء المصور من ذوات الأرواح من جهة، ويكون تصويره مجسما من جهة الأرواح، هذا اتفقت عليه الكلمة، ولكن الكلمة وقع الخلاف في بقية الأقسام التي هي ماذا؟ التي هي يعني إما أنها ليست بذوات أرواح سواء كانت بتجسيم أو لا، أو كانت
من ذوات الأرواح ولكنها لم تكن صورها مجسمة. عبارة المصنف من جهة التصوير المجسم مطلق، فمعنى ذلك أنه أخذ من ذوات الأرواح ما كان ماذا؟ ما كان مجسما، ما كان تصويره مجسما، فبقي ماذا؟ فبقي قسم من تصوير ذوات الأرواح، وهو تصوير ذوات الأرواح بطريقة النقش أو الرسم. هذا ليس داخلا في عبارته. ودخل أيضا في عبارته تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره، وماذا؟ بطريقة المجسم، التناح أو هذا، كل شيء من هذا القبيل الذي أشرنا إليه. فعلى كلام المصنف يوجد قسمان داخلان في عبارته، لأن عبارته من جهة التجسيم مطلقة، يعني لم تقيد بأنها لذوات الأرواح أو لغيرها. ومن هنا يمكن لنا أن نقول إن اثنين من أقسام الأربعة داخلة في كلام المصنف، لأن عبارته مطلقة، كل تصوير مجسم محرم عنده، سواء كان أصله مجسما أو كان ماذا أصله ليس لمجسم، بل كان سواء كان أصله ذي روح أو كان أصله ليس بذي روح. فهنا نقطة بين قوسين، مسألة الروح وذي الروح وعدم الروح، هذا ماذا؟ هذه الروح التي يعني التي نتحدث عنها، وهي أنه الشيء يكون ماذا؟ يكون له عروق، يعني كما يقال، وتكون له حياة وما شابه. ليس المقصود من الروح يعني هو النمو، لأنه هذا قد يقال بأنه إذا كانت القضية قضية نمو، أو كما يقال بأنه كما تقول بعض الأبحاث العلمية أن الأشجار مثلا تسمع وأنها تتأثر ببعض أنواع الموسيقى، أو ما هذا كله لا علاقة له بمسألة الروح، لأن معنى الروح هنا هذا المعنى الذي يقال عليه، وهو أن كله روح يعني بمعنى أنه يكون ماذا؟ يكون من هذه الجهة حيا، لا من تلك الجهات التي أشير إلى بعضها. ومن هنا يمكن لنا أن نقول بأن المقصود من ذوات الأرواح في عبارة المصنف قسم من المصور من ذوات الأرواح، والقسم الثاني من المقصود بكلام المصنف هو لا، القسم الذي ليس بذي روح، ولكنه ماذا؟ ولكنه عندما صور بطريقة مجسم، فكان ماذا؟ فكان تصويره مجسم. فعلى كلام المصنف كل تصوير مجسم يكون ماذا؟ يكون محرما، سواء كان أصله مجسما، سواء كان أصله ذي روح كتصوير إنسان، أو كان أصله ليس بذي روح كما في تصوير حائط أو شجرة أو ما شابه ذلك، منظر طبيعي مثلا كما يقال وما شابه ذلك. طبعا هنا يعني كلام لعله للفقهاء المتأخرين في قضية أن التصوير هل يكون يعني تصويرا كاملا أو ناقصا، هنا طبعا نتعرض له المصنف، ولا نستطيع أن نجزم أن مقصوده من التصوير الكل أو البعض، ولكننا يعني لا نجد عبارة يمكن أن تكون ماذا؟ تكون يعني تشفع لعله العبارات المذكورة، لا تتعرض لمثل هذا التفصيل. هذا التفصيل يذكره ماذا؟ يذكره المتأخرون مثلا في قضية أن إن كان فيه نقص والنقص له دخالة في الحياة أو ليس له دخالة في الحياة، هذا التفصيل غير موجود في كلام المصنف. أما كلام الشارح، فكلام الشارح يخص أولا ذوات الأرواح من جهة، هذا واحد، يخص التصوير المجسم من ذوات الأرواح من جهة، ويخصها لا بخصوصية التفسير، يعني يخصها بالتحريم لا من جهة التفسير، بل من جهة كونها ذوات الله. فيقول مثلا إن كل تصوير لذي روح محرم سواء كان مجسما أو لا، وهذا ما يراه يعني السيد الخوي كما هو معلوم أنه يرى حرمة مطلقة سواء كان مجسما أو ليس بمجسم، ولعله قرأتم في منها هذا. فإذن المصنف يشير إلى قسمين من الأربعة أقسام، والشارح يشير إلى قسمين، فالشارح يجعل قضية الروح
هي التي تجعل التصوير محرما، لا علاقة للتصوير المحرم بكونه مجسما أو لا. قال واحد والمصنف لا، جعل القضية دائرة، مدار ماذا؟ مدار التسكين. فلا علاقة لمن يصور مجسما بكونه ماذا؟ بكون أصله من ذوات الأرواح أو كان ماذا؟ من غير ذوات الأرواح. وهنا بعد ذلك أشار الشارح إلى أمر، هذا الأمر أراد أن يبين فيه يعني طريقا للتواصل مع عبارة المصنف بما يجعلها متوافقة مع توجهه في هذه القضية. فأراد أن يبين أن مسألة التحريم التي أشير إليها هنا قد يكون الأمر فيها ليس على إطلاقه، بمعنى أن قيد التسكين في عبارة المصنف يتجاوز التامة أو يتجاوز الأمور ذوات الأرواح ويخرج ليشمل ماذا؟ ليشمل حتى الأمور من غير ذوات الأرواح. فأراد الشارح أن يبين أن مثل هذه العبارة يمكن تفسيرها بطريقة، هذه الطريقة تكون حينئذ مشيرة إلى أحد الآراء الموجودة، وهو الذي قلنا ماذا؟ وهو الذي قلنا بأنه محل اتفاق بين الجميع، وهو أن تكون هذه الأمور التي يعني هذه الأمور التي تصور هي ماذا؟ هي أمور من ذوات الأرواح. فإذا فقدت الصور أو التصوير هذا القيد عند ذاك يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر الذي أشار إليه قريبا من رأيه، يعني يريد أن يقول بأنه هنا عندما يشير إلى أنها مجسمة لا يريد أن يقول بأن المجسم هو الصور، بل يقول أن المجسم هو أصل هذه الصور. فإذا مثلا أخذ الإنسان صورة، أقام بتصوير صورة لإنسان، فإنه ماذا يقال عنه؟ هذا تصوير مجسم، يعني حتى وإن كتبه ماذا؟ حتى وإن كتبه على ورق، فإنه ليس المراد بالتجسيم في قوله الصور المجسمة هي نتيجة التصوير، يعني نفس الصورة تكون مجسمة، بل لا، أصل ما صور هذا الأمر الذي صور، هذا الإنسان، هذا الحيوان الذي صور هذا مجسم. فعندما يصور سواء صور بطريقة مجسمة أو لا فإنه ينطبق عليه بأنه صور مجسمة، وهذه المجسمة تكون ماذا؟ تكون قيدا للممثل، يعني قيدا للمصور، لا أنها ماذا؟ قيدا للمثال، يعني لا أنها قيدا للصورة، لأن الصورة لا فرق في حرمتها بين أن تكون مجسمتان وبين أن تكون ماذا؟ وبين أن تكون منقوشة. وبذلك يكون رأي الشارح ورأي المصنف من هذه الجهة ماذا؟ ويكون رأي المصنف والشارح من هذه الجهة هو الرأي ماذا؟ هو الرأي الواحد، ليس رأيا مختلفا. فيكون عند ذاك كلامه بقوله ذوات الأرواح عندما قال عمل الصور المجسمة يعني ذوات الأرواح، يريد أن يقول بأنه على التسليم إنما هو ماذا؟ إنما هو بلحاظ الآصل، لا بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ الناتج من هذه العملية وهي عملية التصوير، لأن هذه العملية كما تتم بطريقة مجسمة ويكون معها مثلا تسليم، كذلك يمكن أن تكون نقشا أو كتابة على ورقين. وعندما قال هنا
واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على الوسادة والوراق. هنا نقول للشارع هنا أنت عندما قلت بأنه مجسمة يعني ذوات الأرواح، ماذا تقصد بالمجسمة ذوات الأرواح؟ هل تقصد بالمجسمة ذوات الأرواح تفسر لنا هذا الكلام، يعني تفسر لنا كلمة المجسمة فتقول أن المقصود بالمجسمة يعني ما كان أصله مجسما، يعني ما كان في الأصل جسما كالإنساني والحيواني والحيطاني وهكذا، هذه أشياء من ذوات الأرواح التي لها جسم كما معلوم. أما قولك واعترض بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق، هذا ما هو الهدف منه؟ إذا كنت تريد ماذا؟ تريد أن تقول بأنه يؤيده، فما هو ماذا؟ فما هو السبب في أنك جئت إلى كلامه فسرته بكونه يريد الاحتراز من دخول بعض الأمور التي أنت تقول ماذا بدخولها، ثم بعد ذلك قلت ماذا؟ قلت ويمكن أن يريد ذلك يعني بحمل الصفة على الممثل. ما هو الحل؟ يمكن لنا أن نجيب عن نقول بأنه أساسا عندما جرى على تفسير قول المصنف بأن قيد المجسمة هو قيد احترازي عن دخول الصور المنقوشة على الوسادة وعلى الوراق، أراد بذلك أن يفتح كما هو ظاهر العبارة. ظاهر العبارة أن قيد المجسمة قيد ماذا؟ قيد للصور، وأراد أن يقول بأنه غير الصور المجسمة ليست محرمة عندي. هذا واحد. بعد ذلك عندما جاء إلى رأيه وهو أنه الأقوى تحريمه مطلقاً، يعني تحريم التصوير مطلقاً، ليس المقصود من هذا الكلام تحريم التصوير لكل شيء، لا، المقصود هو تحريم الأشياء ذات الأرواح، فتحريمها يكون ماذا؟ يكون ماذا مطلقاً. هذا هو رأيه، رأي الشارع عندما قال بأنه أن التصوير مطلقاً محرم إذا كان ماذا؟ إذا كان لذوات الأرواح. بعد ذلك ترقى بعد أن بين هذه القضية كما يقول أنا أيضا أستطيع أن أقول بأن ما أشار إليه المصنف من قوله الصور المجسمة يمكن حتى يتناغم ويتجانس ويتوافق مع رأيي في تحريم التصوير مطلقا لذوات الأرواح بأي طريقة، بهذه الطريقة، وهو أن أقول إن هذه الصفة وهي قوله المجسمة في وصف الصور، هذه الصفة ليست صفة للصور، لا، هذه الصفة صفة لذوات الصور، لأصحاب الصور، لما صوره الإنسان. يعني عندنا زيد الذي صور، ليس المجسمة صفة لصورة زيد، هذا هو صفة ماذا؟ صفة لزيد. فإذا كان المصور مجسماً، إذا كان المصور مجسماً، عند ذاك ماذا؟ عند ذاك يكون ماذا؟ يكون محرم التصوير، وبهذا يكون كلامي وكلام المصنف يصب ماذا؟ يصب في رأي واحد. طبعاً قلنا أنه نرجع إلى كلامنا وهو أنه لم يقع الاتفاق على تحريم قسم من هذه الأقسام إلا في القسم الأول وهو تصوير ذوات الأرواح بطريقة مجسمة. أما بقية الأقسام فكل قسم فيه كلام بين من يجيز وبين ماذا؟ وبين من يحرم، وذلك بسبب الاختلاف في بعض الروايات، وهكذا بالنسبة إلى البعض الآخر. فالبعض طبعا هذه بلاجات أن ذوات الأرواح تأتي بالدرجة الأولى يعني المجسمة، وتأتي بالدرجة الثانية ذوات الأرواح غير المجسمة، وهذا رأي موجود، ولعله يعني حتى عند المتأخرين، بعض المتأخرين طبعا ليس كل المتأخرين، يعني منهم السيد الخوي رحمة الله عليه، وطبعا يخالفوا البعض في هذا الرأي، ومنهم من أدخل من جعل التسليم مطلقا ماذا محرم، وهذا أيضا، ومنهم من قال بتحريم التصوير مطلقا سواء كان ذي روح او لا، وسواء كان مجسما او لا، كما هو معلوم. نعم، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. اراد المشارك هنا ان يخرج برأي له في هذه القضية ويقول بان كلام المصنف
ليس يعني ليس مخالفا لرأيه، لأن هذه الكلمة كلمة المجسمة ليست قيدا ماذا؟ ليست قيدا للصور ولا صفة للصور، إنما هي صفة للممثل الذي هو نفس المصور الإنسان الذي يقف مثلا للتصوير. ثم بدأ المصنف بذكر أمر محرم آخر، وهذا الأمر المحرم الآخر هو الغناء. طبعا معقل ما فرق بين من؟ مو المثل، الممثل والمثال. الممثل يعني أنا الآن لو يجي واحد يصورني، يجي واحد الآن يكب ريشة ويرسمني صورتي، هذه ليست مجسمة، ريشة يعني رسمني على ورق، يقولون هذه الصورة مجسمة. تقول ليش مجسمة؟ نقول لي أنا هذا الشخص الواقف شخص مجسم، شخص له جسم. فعندما نقول أن هذه صورة مجسمة، مقصود أن الذي صورت له الصورة هو مجسم. حتى هذه الصورة غير مجسمة، هذا لا علاقة، لأننا عندما نقول هذه الصورة مجسمة نريد ماذا؟ أنها صورة لذي جسم. وأما قوله للمثال يعني نفس صورة، يعني هذه الصور المجسمة يعني توفيه، يعني فيه نوع من يعني كما نقول فيه مؤونة دائمة. ولكن على كل حال بهذه الطريقة لو تمت يكون مثلا رأي المصنف ورأي الشارع رأي واحد، وهو أنهم يحرمون ما كان تصويرا لذوات الأرواح سواء صور بطريقة التفسير أو لا. فقوله بحمل الصفة على الممثل يعني أنا الآن، أنا يسموني ممثل، يعني عندما يصوروني الآن يأتي رسام ويصورني على مثلا بصورة نحس، يعني يسويني يعني مثلا كما يقال تمثال، أو يصورني على ورق. يقول عندما تصور أنت صاحب الجسم، أنت الإنسان اللي صاحب الروح وصاحب الجسم، أنت عندما تصور صورتك حتى وإن لم تكن نحسان، حتى وإن لم تكن مجسم، ماذا يقال عنها؟ يقال عليها صورة مجسمة حتى وإن كان على الورق. هذا الكلام يحتاج إلى 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 دفع دخل. ما هو الدخل؟ يقولون عندما توصف الصورة بأنها مجسمة يعني الصورة مجسمة لا صاحب الصورة. يقول الشارع لا، المصنف عندما قال الصور المجسمة أراد يعني الصور للأصول المجسمة، للممثلات المجسمة، للممثل المجسم. يعني هذا الإنسان عندما كان يريد تصوير شخص وصوره على ورقة، هذا الشخص صور على ورقة أو صور بنحت، نقول عنه ماذا؟ هذه صورة مجسمة. يعني ما معنى مجسمة؟ معنى مجسمة أن أصلها صاحب جسم، أصلها ذو جسم، لأنها هي مجسمة، لأن التجسيم هو ماذا؟ هو يعني هو الوصف له أولا بالذات. وبذلك يكون كلام المصنف وكلام الشارع الذي كان يحرم ما كان منقوشا على وسادة أو على ورق بقوله والأقوى تحريمه مطلقا، يعني مجسم أو غير مجسم، يكون ماذا؟ يكون رأيا واحدا كما هو معلوم. نحن لا نريد أن نخرج بطريقة يعني غير هذا الذي خرج به، لأنه هذا الذي خرج به نقول أن فيه مؤونة دائرة يحتاج إلى مؤونة في هذا الأمر. وفي نفس الوقت نقول لو تم بناء على كونه تاما فإن رأي الشارع ورأي المصنف يكون ماذا؟ رأيا واحدا، وهو تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقان، يعني سواء كان تصويره بطريقة النحت أو كان تصويره بطريقة النقش أو كان تصويره بطريقة ماذا؟ الرسم على الوراء. طبعا يذكر فيه حتى لو واحد يرسمه مثلا حتى على الماء، ربما واحد يرسمه على الماء فلعله وقف رسم وعبر عنه على الماء، حتى على فرق بطرق التصوير جميعا يكون ماذا؟ يكون محرم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة الغناء التي توقفنا عندها في الدرس الماضي، عفوا الرسم الصور المجسم. الكلام فعلا في الغناء الذي هو الأمر الجديد الذي أشار إليه المصنف، وهذا الأمر أشار إليه المصنف هنا وأشار إليه في كتابه الدروس الشرعية. وهناك عنوانه بكونه ما يحرم لعينه،
يعني هو بنفسه محرم لأنه غاية منه أو ما شابه ذلك. هناك قال في الدروس قال المحرم من الغناء فعله، يعني الإنسان يغني بنفسه، وتعلمه لأنه طبعا كذلك يستلزم الفعل، أو لا حتى لو لم يستلزم الفعل تعلمه يعني تعلم الغناء، وتعليمه للآخرين، وكذلك الاستماع له. الاستماع هو يعني كما يقول نقول أن يسمع الإنسان شيئا ويريد الإنفاق إليه، هذا يسمونه استماع. في قبال السماع، السماع يأتيك الصوت، يعني يأتيك الصوت لأن مثلا أنه أنت عندك أداة يصل إليه الصوت، هذا يعبر عنه سماع. السماع غير الاستماع، الاستماع هو الإنفاق يعني بقصد، يعني الإنفاق يعني الإنفاق إلى الشيء، فعبر عنه استماع. وكذلك التكتب به. هناك في كتاب الدروس استثنى غناء العود كما يعني كما هو يعني موجود في ذكر كذلك هنا وأشار إليه. هناك قال بأنه إذا كان في عرسين هناك يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون جائزا. ما هو الغناء في حقيقته؟ قال الشارح الغناء بالمد، المد يعني هذا اللي هو تطويل الكلمة، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. هسه هذا مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، هسه هذا هنا كأنه ماذا؟ كأنه عندما وصل الأمر إلى هذه القضية، قضية الغناء، كان ماذا؟ كان تحديد وتشخيص الموضوع وهو الغناء، يعني تشخيص الموضوع وهو الغناء نفسه، هذا أصبح ماذا؟ أصبح أمرا شائك. لماذا؟ لوجود الاختلاف أنه ما هو حقيقة الغناء، ما هي حقيقة الغناء؟ هل الغناء هو صوت مشتمل على ترجيع وإطراب؟ ترجيع يعني شو؟ نحن نقول يتغنى بهذا الشيء، يرجعه بطريقة يعني غنائية، يعني قصير عبر عنها بالتلهي أو الترجيع، ويكون مطربا. هذا من الأمور التي أخذت في بيان حقيقة الغناء. بعضهم قال كما قال المشارف أيضا، لا، نحن عندما نرجع إلى الغناء سنجد ماذا؟ سنجد أن هناك مراتب له، وهذه المراتب بعض الأحيان الإنسان يستطيع تحديد بعض المراتب، والبعض الآخر ماذا؟ لا يستطيع تحديده. عندما نأتي إلى هذه القضايا سنجد أنفسنا في حيرة أنه ما هو تشخيص هذا الصوت، هل هو غناء أو لا؟ فقالوا إذا كان الأمر كذلك فإن ما يسميه العرف غناء فهو الغناء، حتى وإن ماذا؟ حتى وإن لم يكن مطربا. المطرب يعني الإطراب هو هذه الخفة التي تعتري الإنسان عندما ماذا؟ عندما يستمع الغناء. ولعله في بعض الأبحاث لعله يعني هذا سمعته سماعا، لعله في بعض الأبحاث إن الاستماع الزائد يعني الكثير للغناء يجعل الإنسان صعب التركيز، يعني عندما يستمع الغناء فترة طويلة فإنه بعد ذلك لو فكر بمسألة علمية لحلها كأنه سيجد نفسه كأنه فاقد للتركيز. فهو من آثاره الوضعية أنه يجعل الإنسان كأنه تائه الفكر، يعني هو مفكك الفكر، يعني لا يستطيع تجميع أفكاره بصورة يعني جيدة. ومن هنا قال الشارح كما قال غيره أن القضية إذا كانت كذلك فنحن نرجع إلى العرف، والعرف إذا سمى هذا غناءً فإنه هذا عنوان شرعي ويحتاج ماذا؟ ويحتاج إلى العرف. كنا عندما جاء المصنف أو جاء عفوا الشارح إلى هذه القضية وجعل المسألة مسألة العرف وتحديدها يرجع إلى العرف، ماذا قالوا؟ قالوا
أن هذه المسألة لما يكون مرجعها العرف، والعرف كل شيء يتوافق مع رأيه ويكون غناء فيه حسب رأيه، سواء أطرب أو لم يطرب، عند ذلك يكون تكون مساحة الغناء مساحة ماذا؟ مساحة واسعة. يعني هناك أنه ماذا؟ كأنه عندنا ترجيع وعندنا إطراب، فكأن الذي يسميه العرف غناءً لا يشترط فيه الشروط جميعاً، كل ما يسميه العرف غناءً فهو ماذا؟ فهو غناء. ومن هنا جاء الكلام وجاء السؤال المهم، وهو أنه كما يأتي الآن في بعض الآراء الفقهية، يقول البعض منهم أنه إذا كان المحتوى يعني محتوى الغناء أمران ليس باطلا، بمعنى أنه الإنسان الذي يفعل الغناء عادة يتحدث بأشعار أو بأمور يعني بحديث يكون مدعاة كما يقول بعضهم، يعني للانحلال أو ما شابه. فإذا كان هناك أمر يتحدث به الإنسان يفعله الإنسان بالطريقة التي يعتبرها العرف غناءً، ولكن هذا المحتوى قد يكون مثلا رثاءً، قد يكون مثلا شعراً مثلا أخلاقياً، قد يكون مثلا قرآناً مثلا أو شيء آخر، لكنه المحتوى ليس محتوى باطل، هل هذا يمكن أن يكون دخيلاً في حرمته وعدم حرمته بناء على ما أشار إليه من أن الغناء هو ما يسميه العرف غناءً؟ فعندنا لا نبحث ماذا؟ لا نبحث عن قضية الطرف، فالذي يكون غناءً يعني يكون بحسب العرف غناءً. فيقولون كيف يعني العرف يسميه غناءً؟ يقولون بأنه هو يكون ماذا؟ يكون موافقاً لمدارس أهل الطرف وألحان أهل الطرف، فالعرف يعلم أنه ما هي ألحان أهل الطرف، فيحدد أنه هذا الأمر عادة هذا الأمر هو الذي يستعمله أهل المطرب والملاهي، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما. حتى وإن جاء هؤلاء يعني المغنون أو الذين يقولون الغناء واستعملوه ماذا؟ في قراءة القرآن مثلا أو في قراءة شعر أخلاقي أو في حتى في الرثاء، لعله الآن في بعض الأمثلة الواضحة من الرثاء الوارد في يعني في بعض على بعض ألسنة يعني على بعض ألسنة يعني الروادي أو بعض الخطباء، ربما يكون ماذا؟ ويكون على حد ماذا؟ على حد معنى الغناء، بل ربما يكون غناء كما هو يعني كما هو معلوم. ومن هنا كانت هذه القضية وهي قضية العرف قضية يمكن الرجوع إليها في هذه الأمور، باعتبار أن البعض من الفقهاء وصل به الأمر إلى تحليل كل ما كان له يعني كل ما كان له صوت يعني متناغم متجانس، فاحتاط بهذه القضية. فهنا العرف عندما يحدد مسألة الغناء فإنه يستفيد من خبرته في أن هذا الصوت أو هذه الطريقة طريقة تستعمل في مدارس اللهو ومدارس اللعب ومدارس يعني الرقص وغير ذلك يعني من الأمور، حتى وإن لم يحصل له أثر، لأنه يعني هنا قد يقول البعض أنه هذا ليس مطربا. الإنسان الآن لو قرأ القرآن غناء، هل القرآن غناء مطرب؟ يقول ليس فيه طرب. نقول لا، ما كان موافقا لمجالس أهل اللهو والطرب، ما كان أهل الفسق والطرب، هنا يكون ماذا؟ يكون محرما، سواء كان ماذا؟ سواء كان هذا الأمر مطربا أو لم يكن مطربا، وسواء كان محتواه أمرا يعني ماجنا مثلا داعيا مثلا إلى الفجور أو مثلا إلى الانحلال أو ما شابه، أو كان لا، كان كلاما عاديا، ربما كلاما أخلاقيا، ربما حتى رثاء مثلا، وربما يكون ماذا؟ قرآنا أصلا. فيقول هذه القضية إذا كان مرجوعا العرف، فإن العرف إذا حرمه يحرمه ماذا؟ يحرمه بطريقة مطلقة، لا يخص مثلا محتواه، ولا يكون المحتوى دخيلا في يعني في عدم تحريمه. والمصنف
ايضا قلنا بانه قد استثنى منه ايضا الحداء للابن. هسه الحداء او الحداء هسه لعله بعضهم يقرأ بهذه الطريقه والبعض يقرأ هو البعض من رعاة الابن يجعلون لطريقه مثلا قياده الابن طريقة يمكن ماذا يمكن من خلالها سوقها مثلا إلى مكان أو ما شابه، فتكون هذه من قبيل الشفرة التي تكون بين هذا الإنسان وبين تلك الحيوانات. تفهم تلك الحيوانات بطريقة يعني ما من خلال يعني الارتباط بين هذا يعني الصوت وبين رغبة الراعي في سوقها إلى مكان ما من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الصوت الذي يعبر عنه بالحداء. وأيضا البعض استثنى أيضا ومنهم أيضا المصنف إذا كان الأمر واقعا من المرأة في ماذا؟ في الأعراس. طبعا المرأة في الأعراس المقصود بذلك ما هو؟ المقصود بذلك يعني غناء النساء فيما بينهم. ولكنه كما يعني كما استثنى هذا القسم او هذا يعني هذا النوع كذلك استثناه عن هذا القسم عفوا استثناه واستثنى منه ماذا استثنى منه يعني استثناه مشروطا فقال بان غناء النساء في الاعراس هذا امر مغتفر وجائز ولا بأس به ولكنه عليه ماذا عليه أن لا يكون محتواه باطلا لأنه قد مثلا النساء ربما في حالة الغناء قد تتحدث بكلام باطل يعني كلام كما يقال غير لائق لا يصح ماذا يعني قوله أو يكون هناك طبعا في إضافة يعني هذا كان شرط يعني شروط مجموعية أو لا يكون هناك استعمال للملاهي يعني كما يقال لآلات الطرب أو لآلات اللهو ولو كان ذلك من خلال ماذا؟ ولو كان ذلك من خلال دف أو كما يقول دف فيه فنج يعني هذه اللي نعبر عنها بعض الأحيان اللي يعني لا نعبر عنها أنها مثلا هذه يعني المعادن التي تستعمل ماذا؟ بصفيحة يعني مدورة من النحاس تضرب إحداهما بالأخرى حتى لو كان بهذا يعني هذا النوع يقول يعني لا يعني ليس فيه يعني تجويد إذا كان هناك استعمال لهذه الآلة ويضاف إلى ذلك أن لا يكون ماذا أن لا يكون صوتها مسموعا للرجال فهذه شروط ثلاث ثلاثة شروط هذه الشروط الثلاث هي يعني سبب لهذا الاستثناء إذا لم يكن هذا الأمر حاصلا بهذه الشروط الثلاثة فإن هذا الأمر يكون باقيا على حكمه الأول وهو ماذا وهو حرمة الغناء في هذه يعني في هذه الحالة حرمة الغناء مطلقا كما يقال ولذلك هناك في كتاب الدروس أيضا ذكر هذا الأمر وهو يعني أشار إلى أنه إذا لم يدخل الرجال على المرأة ولم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي كما أشار هناك في كتابه كتاب الدروس نقرأ هذا الكلام الذي أشرنا له حتى نقف عند ما يستحق الوقوف قبل يعني الانتهاء قال والغناء بالمد الغناء يعني بمد هذا الألف واللام يعني الغناء بالمد قال وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب هذا اللي هو هاي الحالة التي تحصل بالنسبة للإنسان عندما يغني شيئا فإنه هذا التعامل مع هذه الكلمات بهذه الطريقة اللي هي طريقة شلون يعبر عنها يقول فيها ترجيع شلون الإنسان يغني هذا يعبر عنها ترجيع بالصوت إذا كان معه إطراب فخلص هو ترجيع مع طرب فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا هو يعني معنى الغناء بحسب هذا الأمر أو هذا التعريف الذي أشار إليه الشخص طبعا وهذا ماذا؟ هذا هو أحد التعابير المشهورة بين الفقهاء قال أو هذا تعريف أو ما سمي في العرف غناء
خففت ما سمي في العرف غناء هذا قد يكون ماذا ليس فيه طرب نقول نعم حتى وإن لم يكن ماذا فيه كذلك. قال وإن لم يطرب فلعله إذا كان ليس يعني ما يسميه العرف غناء فقد يكون ليس فيه طرب نقول نعم حتى وإن لم يكن فيه طرب بل ليس هذا فقط حتى وإن كان محتواه ماذا حق كما في الغذائي كما في الشعر مثلا غير الشعر الطبيعي كما مثلا في مثلا في قراءة القرآن وقراءة الدعاء مثلا وهكذا. قال سواء كان في شعر بأنواعه أم يعني شعر يقصد من عند هذا الشعر بأنواعه أم قرآن أم غيرهما يعني أورثان وما شابه ذلك. قال واستثنى منه المصنف وغيره الحداء أو الحداء حتى لعله طريقتين تقرأ للإبل هذا الذي يكون واعيا ويغني للإبل حتى يبين له مثلا يبين لهذه الحيوانات أنه يريد سوقها يريد سوقها إلى مكان ما فتتحرك بسبب هذا الصوت الذي يعبر عنه بالحداء يغني لها كما يقول. قال ومنهم وآخرون أفضل واستثنى منه المصنف وغيره الحداء للإبل وآخرون أيضا يعني وآخرون واستثنى آخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله أي فعل الغناء للمرأة في الأعراس إذا كان هناك عرسون يمكن للمرأة ماذا؟ يمكن للمرأة أن تغني ولكن هذا أمر مشروط. قال إذا لم تتكلم بباطل يعني تكلم بكلمة بعض الأغاني قد تكون ماذا؟ كلماتها كلمات مادنة أو كلمات غير لائقة هذا أولا ولم تعمل بالملاهي يعني ولم يكن هذا الفعل مرافقا لاستعمال بعض الآلات اللهوية ولو بدفت حتى لعله البعض ولو بدفت هذا أقل ما يمكن ماذا أقل ما يمكن توقعه يقول ولو بدفت فيه صنج يعني في هذا يعني هذا هذه الآلة التي تحدث الصوت لا بدونه حتى لا بدون هذا لأنه يعني هذا بدون غير لأننا عندنا ماذا عندنا دف فيه صنج يعني فيه آلة تحدث الصوت آلة مثلا حديدية نحاسية تحدث الصوت وبعض الأحيان لا دف خال يعني كما يقول مثلا هذا دف يعني مفرد ليس فيه شيء آخر الدف المفرد لا ليس فيه بأس أما إذا كان ماذا أما إذا كان دف فيه صنج عند ذلك يكون ماذا في هذه آلة تكون ماذا محرمة للغناء وأيضا لم يسمع صوتها أجانب الرجال ولا بأس به طبعا هذا ولا بأس به هذا رجوع ماذا يرجوع إلى الاستثناء إذا تحمل يعني إذا صارت هذه الشروط فإنه يكون لا بأس به كما هو واضح إن شاء الله يأتي بقية الكلام في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.